النهارده لاطلاق برنامجنا او يعني فقرتنا هنا الستات في ذكرى اليوم العالمي للمراه. النهارده احنا قررنا نفتح الكلام عن التحرش. ايه؟ حد تحرش بيكي؟ انت السبب. كان هو جدي. اكتشفت ان عيله امي كلها عارفه ده، وده حصل مع كل بنات العيله. ابتدت مع بابايا تقول لي شفتيهم كانوا بيعملوا ايه بره، هنعمل كده دلوقتي. المجرم الحقيقي هو اللي سكت، مش المجرم بس اللي تحرش. ما تصدريلوش طاقه خوف، صدريله طاقه قوه. طول الوقت بنوجه خطابنا احنا كانها مشكله ستات، فاحنا بنكلم الستات، احنا المفروض نكلم الرجاله بقى. عاشت سنين مع وحش باسم الجواز، وكانت فاكره ان هو ده الطبيعي، لحد ما قررت انها تقوم وتخرج وتتكلم. كان بيمارس العلاقه وكان هو نفسه بس، مش مشكله اي حاجه تاني. بياخدها يكتفها وينيمها على الارض ويمارس معاها الجنس ويطفي سجاير فيها. في واحده اتشالها راحت في حاجه زي كده. عيادات تحت بير السلم، وسائل بدائيه عجيبه. انا ازاي هجيب طفل اقول له ان انا مش لاقيه فلوس اكلك بيها؟ انا وجوزي قررنا نجهضه. هذا الابهاض الرضائي مسموح وليس محرما. لا يوجد نص شرعي لتحديد الايام اللي يجوز فيها او لا يجوز. ازاي ممكن تسرق حلم وتسرق فرحه وتسرق مستقبل لمجرد انك عايز تخلص؟ اتجوزت وانا عندي 16 سنه، كان اقصى طموحاتي ان اعمل الواجب. فشلت في التعليم، فشلت في الجواز، فشلت حتى ان اكون ام. امتى حسيتي ان عمرك بيتسرق؟ لما طفولتي اتسرقت. بيلجأوا لوسيلتين، يا اما بيتجهوا ان هم من الاول يعملوا عقد زواج عرفي، او بيروحوا لحد ينصب عليهم يقول لهم انا هديكم قسيمه رسميه. مش صحيح ان الجواز العرفي هو الحل الافضل، ايا كان السبب اللي بيخلي البنت تفكر فيه. انتوا نفس المجتمع اللي بتلوم البنت اللي بترمي طفلها وتلاقوا طفلها مرمي في حمام ومرمي قدام مسجد ومرمي في زباله، جايين تلوموني عشان بطالب بحقي ازاي؟ اي عدل بيقول كده؟ انا مش عايزه منكم حاجه، مش عايزه تضامنكم، مش عايزه اي حاجه معايا منكم، انا كل اللي عايزاه حق ابني. احنا هنا قاعدين مع لميس الحديدي في هنا الستات علشان نغير كل النظرات التقليديه عن كل الافات اللي ماليه مجتمعنا ده. النهارده لازم تتجوزي، وهو ده اختيارنا. انت بقى مش لازم تختاري. الاجبار على الجواز نوع من انواع العنف. بعد اول اسبوع بالظبط من الجواز الموضوع اختلف تماما. سبت بيتنا ومشيت، كنت هولع في نفسي وانتحرت بتاع 4-5 مرات. هترفع قضيه على امها؟ ترفع على المأذون. نخلي الناس تخاف استاذه لميس، مش نخوف البنت ان هي ترفع قضيه. ربنا ما بيخصمش، احنا بنخصم. انا شايفه ايدك ملفوفه دي. انا مضروبه بازازه. طبعا انا حاولت اهرب انا واخويا وابني من المكان. اخويا بيتضرب في ناحيه وانا بالمنظر اللي كان في الصوره دي، وانا بتضرب بالازازه من ناحيه تانية. لسه المجتمع بيبص للست اللي بتتطلق انها جانيه. هو مش بالضروره يبقى هو راجل وحش او انا ست ناقصه، هو كويس وانا كويسه، بس احنا مع بعض مش راكبين. قرار الطلاق زي بالظبط مشرط الجراح، بيجرح بس بيعالج. حق تطليق النفس شرط من شروط الجواز، الست بتقرر انها عايزه تكتبه. هي العزمه مشتركه ما بيننا احنا الاثنين، انا ينفع اطلق نفسي منفرده وهو كمان ينفع يطلق نفسه منفرد. الحياه تستمر بان الاثنين يكون لهم نفس الحقوق ونفس القرارات، مفيش فرق بين الاثنين خالص. كتير بنقول اصل ده مجتمع متدين بطبعه، هو متدين لحد ما تيجي الفلوس. لجأت الاول ودي طردونا، حتى اولاد عمامي نفسهم رفضوا يشهدوا معايا في اعلام الوراثه. خالي قبل ان اخته المسنه تتطوح على الارض من شاب صغير وهي جايه من سفر، وانا اتجرد من ملابسي وفي الاخر يودينا هو الاسم. ليه؟ لان ما عندكيش قواعد تطبيقيه. ليه؟ لان الدوله شايله ايديها. 92% من بناتنا من سن 15 ل 49 تعرضنا للختان. انا ما نسيتش ان الدكتور اللي المفروض اجرى عمليه الولاده لامي هو الدكتور اللي ذبحني. حسيت ان انا مش حد بيختني، حد بيغتصبني. رصدنا مثلا 114 الف حاله اب لا ينفق على اولاده بعد الطلاق. الولد ده مش من حقه، بيبقى مفروض عليه ان هو ما يسافرش،
هو تحت الإقامة الجبرية في البلد، ممنوع ان هو يكون ذكريات، ممنوع ان هو يطلع مع مدرسته مع أقرانه. طول عمري نفسي أخلف بنت وأسميها حورية. ما حصلش. الدكتور اداني 10 سنين ان انا اتجوز واخلف، وفاتوا ال10 سنين ودلوقتي الموضوع اتطور قوي قوي قوي، فلازم اشيل. لازم تشيلي الرحمه. قررنا لاول مره يكون معانا صوت الرجال، واحنا بنتكلم عن واحده من اهم مشكلات قانون الاحوال الشخصيه، قضيه الرؤيه. يعني ايه ابني يبقى عيان مش عارفه اوديه الدكتور؟ انا طالب ان انا اربي، انا وكل حقك وحقك. اخدش حق ليه؟ انا مش عارف، انا مش ما باخدش حق ليه. انا نزلت بوست على الفيسبوك وكنت بلشت في الاعلاميين والمسؤولين ان انا عايزه صوتي يوصل، عايزه اولادي يرجعوا، انا عايزه اولادي يروحوا المدرسه، انا مش عايزه مستقبلهم. الحلقات دي بنحاول فيها ان احنا نتكلم ونواجه ونفتح ملفات. ناس كتير هتقول انتوا ازاي بتدوسوا على الوجع، انتوا ازاي بتفتحوا الملفات دي. هدفنا ان احنا لما ندوس على الوجع انه ما يبقاش وجع، انه يبقى قوه، وانه يبقى طاقه، وانه يبقى حاله سعاده. كوني سعيده، كوني قويه، دي رسالتي.